الحسين يتحدى الآن في العصر الراهن، يتحدى كل النظم البشرية. من الذي ندبهم؟ من الذي نفخ النفير فيهم غير الحسين؟ بعد سقوط الطاغية في سنة 2003 كل الدوائر العالمية تقول هذا شعب منكوب مبتلى، أصيب بحروب من طاغية بلاده صدام وكذا وكذا، كيف ناله بالملايين تخرج وتدير شؤونها المدنية بنفسها بلا نظام أسس؟ يا سنة السقوط وشهر السقوط، سقوط الطاغية، فوجئوا ولم يعلموا بأن دولة الحسين ونظام الحسين قائم. الذي أبيد وأزيل هي الأنظمة الوضعية، تأتي وتروح. نظام الحسين، دولة الحسين بما للدولة من معنى ونظام ومؤسسات ومرافق وكل الأمور للحسين دولة، دولة حقيقية. الراية الترف بداية تحضر بالمنية، خيمة وحرز علي من بلائي من بلائي، تشفع لي بالكرامة وتشهد لي بالقيامة، هذا العبد غرامة كربلائي